منذ الصباح الباكر بدأت مجموعة شباب المصرف بالتحضير لمبادرة تضامنية لدعم الفقراء أمام مصرف لبنان، حيث اعتادوا التظاهر بوتيرة شبه يومية منذ أكثر من شهر ونصف الشهر للتنديد بسياسات المصرف. نحن موجودين على المصرف من وقت بلشت الانتفاضة الشعبية، اللي صار انه لفتنا قديش عم بيصير في حالات انتحار. يعني هي ما كان لازم ننطر لهلا، بس حالات الانتحار اللي صارت لفتت خلتنا نلتفت قديش في حرمان، قديش في مشاكل، قديش في ناس صارت وقعت اصلا تحت خط الفقر. عملنا هالمبادره لنساعد العالم بظل تخلي الدوله عن الطبقه الفقيره اللي عم بتصير هلا معدومه على الاخر. قررنا نجمع اغراض مستعمله وجديده ومساعدات عينية منا ومن ناس تانية لحتى نقدر نساعد بعض. للأسف يعني بالأساس نحن مش حاسين بوجود الدولة، وهلأ حسينا أكتر. يعني إجت أزمة ورا أزمة ورا بعض. أول شيء الحرائق اللي صارت، بعدين من يومين العالم تبهدلت على طريق النعمة من وراء قصة الطوافنات. الفساد نخرنا نخر، إذا ما نضلنا متفرجين وناطرين دولة تتحرك ما راح تتحرك. ولكن لماذا اختيار المصرف موقعا لتنفيذ مبادرة إنسانية من هذا النوع؟ لأنه مصرف لبنان هو مفروض يكون بخدمة هذا الشعب. عم بيكون التوزيع قدام المصرف حركة رمزية بنفس الوقت إلى بعد، لأنه هيدي الناس لازم تعرف أنه في شيء هون اسمه مصرف لبنان. هذا الشيء اليوم هو مسؤول عن سياسة التجويع اللي عم بتصير مع العالم. لم يكتفي المشاركون في هذه المبادرة بتوضيب التبرعات وعرضها ليأخذ منها كل محتاج حاجته، بل رفعوا شعارات ورددوا هتافات أمام المصرف لتعريف الناس بهدف وجودهم في هذه النقطة بالذات من شارع الحمرة الحيوي في العاصمة بيروت. عديدة هي أشكال الاحتجاج أمام مصرف لبنان، أحدها هذه المبادرة لدعم صمود الفقراء الذين يزداد عددهم باستمرار، والسبب بالدرجة الأولى هو السياسات المالية لهذا المصرف وفق ما يقول المشاركون هنا. ملك خالد، بيروت، الميادين.